بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع عودة إلى برنامجكم لماذا تركت الوهابية، وقد يعني أعرضنا عن تلك الرسائل فترة من الزمن، وأيضا يعني لم يشجعنا الإخوة كثيرا على هذا. لماذا؟ لأن الرسائل لم تعد ترسل. بعض الإخوة الآن أرسل رسالته لم نقرأها، وهو عاتب علينا لماذا لم تقرأ، ولأن الحقيقة أهملت هذا البرنامج قليلا وانشغلنا ببرنامج مركز إحياء علوم الدين. المهم، هذا أخونا أرسل رسالته يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي فلان، مقيم في أوروبا. بدأت قصتي مع الوهابية منذ 5 أو 6 سنوات عندما بدأ التزامي في الدين، وبدأت أصلي بفضل الله تعالى. كنت أستغل أوقات فراغي في الطلب لطلب العلم، وأثناء كتابة السؤال في اليوتيوب أو غيره كان يظهر أمامي الشيوخ الوهابية مثل محمد العريفي وعثمان الخميس وذاكر نايك وغير هؤلاء من الشيوخ، فبدأت المشاهدة لهم ومتابعة الدروس معهم كصحيح الإمام البخاري وخطب الجمعة والحلقاس، يعني يذكر بعض البرامج لبعض الوهابيين، علامات الساعة الصغرى والكبرى، وكنت أستمع أيضا لذاكر نايك في باب الدعوة ومناقشة الملحدين والنصارى، وكنت أظنهم والله يا سيدنا على الحق المبين وأنهم الطائفة الناجية. وبقيت هكذا على مدار 4 سنوات إلى أن أكرمني الله عز وجل فتعرفت على قناة حضرتكم، ثم بدأت الاستماع إليكم ما يقارب فترة من الزمن، أو قل فترة من الزمن ليس ما يقارب، وتعلمت منكم كثيرا، وبالإضافة إلى معرفة عقيدتكم عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، بفضل الله تعلمت منكم أن الفرقة الوهابية فرقة من الخوارج يلبسون ويكذبون على الناس وخاصة العوام لنشر مذهبهم الفاسد، فقررت الحمد لله ترك الوهابية وعدم الاستماع إلى مشايخهم. أصبحت الآن أستمع وأتابع دروس مشايخ أهل السنة كالدكتور يسري والشيخ فواز النمر وغير هؤلاء. أرجو أني وضحت قصتي مع الوهابية، وشكرا جزيلا لكم على التبيان. بارك الله بك يا أخي، وثبتنا الله وإياك على الحق المبين. اللافت في هذه الرسالة، وهي موجزة، قضية اكتشاف التلبيس. والوهابية دينهم قائم من أوله إلى آخره على التلبيس، يأتي ويطعن الأشاعرة ويتهمهم بما ليس فيهم، يأتي ويجمع حثالة الأقوال المنسوبة إلى الصوفية ويجعلها هي التصوف. هذا تلبيس، ما كتبه مثلا هذا الوهابي المصري هذه هي الصوفية، هذا كله كذب غير صحيح، لم يحصل. وإذا كان فيه شيء من الصدق فهي أقوال مؤولة بما يتسق مع الأدلة الشرعية المرعية. طيب، لماذا تلبسون على الناس؟ لماذا تتكلمون بهذه الطريقة؟ كل فعل الوهابية تلبيس. إذا أعجبهم إمام من الأئمة كالنووي رحمه الله وكابن حجر، ماذا فعلوا؟ قالوا: لا والله، هو هذا الرجل يعني تاب وترك الوهابية. يا أخي، ترك الأشعرية، والأشعرية يقولون بكذا وكذا، انظر لا يقول بهذا. طيب، من قالك الأشعرية يقولون بهذا وهذا؟ أنت افتريت عليهم وادعيت عليهم ما لم يقولوا، فلم تجد النووي قد قال بهذا، إذن رجع وتاب. ومن أهم قضايا التلبيس تتويب الأشاعرة في آخر 5 دقائق من الوقت الضائع في من المباراة. يعني دائما الأشاعرة يتوبون، توبوا جميع الأشاعرة، والله الأشعري تراجع، الغزالي تراجع، الرازي قال نهاية إقدام العقول عقال، الجويني مع الهمداني، كلها 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 قصص، هذا كلام فارغ، هذا أشياء ليست ثابتة، أو أشياء ثابتة وليس فيها تلك الدلالة التي يدعيها هؤلاء الناس. حينما تطعن بالأشاعرة و
تمنع من قراءة كتبهم، كيف أثق بك حينما تأتي بالكلام الذي قاله الأشاعرة وهو عون ما عين ما قاله الكتاب والسنة، ثم ترفضه بعد ذلك، تعيب عليهم أشياء، تنتقصهم في أشياء، تحارب علم الكلام حربا منهجية، وهو علم الكلام هو الدفاع عن العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، وشيخ إسلامك الحاصل والوحيد كل ما كتبه هو عبارة عن علم كلام، لكنه لا يسمي علم كلام. حينما تحارب المجاز ولا تسميه مجازا وتنتقي متى شئت، إذا أعجبني المجاز قلت هذا ما خلاص، لكن لا أسميه مجازا، إذا لم يعجبني رفضته. هذه التناقضات وهذا التلبيس وهذا الغش وهذا التدليس، والغريب حينما يتكلمون عن أهل السنة يتهمونهم بهذه التهمة. إذا ما فكر الإنسان العاقل مرة واحدة من هؤلاء الوهابية كما قلت مرات كثيرة، لا يمكن له أن يكون وهابيا، لابد أن يصل الحق. واحد من أئمة الإسلام قال عبارة محتملة، الوهابية مباشرة جعلوه على طريقته مباشرة ونسفوا كل ما قال. هذا الترمذي رحمه الله، ويعني رد تأويل اليد بالقدرة، فقال ففرح الوهابية وطاروا بهذا فرحا وقالوا انظر، سماه تأويل الجهمية، قالوا انظر، يرد على الجهمية. وأمس أحد الإخوة أرسل لي بعض مناقشات سلف هؤلاء الوهابية يتهم الإمام الترمذي بالجهمية، وحتى ابن تيمية هذا حينما رأى بعض تأويلات الإمام الترمذي قال وهذا من جنس تأويلات الجهمية، في حديث لو سقط على الله تعالى أوله الإمام الترمذي، فابن تيمية يقول هذا من جنس تأويلات الجهمية. ثم حينما تحاول أن تربط الأشاعرة بالجهمية وهذا بهتان وضلال مبين وكذب صريح ستحاسب عليه يوم القيامة. أولا في بالنسبة للإمام الترمذي، لنا ذكرنا هذا في مقطع خاص، وقلنا إن الإمام الترمذي رحمه الله محدث كبير، لكنه لم يكن ما كان يعرف مقالات أهل الفرق، لم يكن من المتكلمين. الأشاعرة يختلفون عن الجهمية اختلافا تاما، الجهمية لا يثبتون صفات، فحينما يقول الترمذي عن تأويل اليد بالقدرة هذا تأويل الجهمية غير صحيح، لأن حينما يثبتون القدرة يعني أثبتوا صفة، والجهمية لا يثبتون صفة. الجهمية يؤولون اليد بالنعمة لأنها ليست صفة، هذا فقط بغض النظر عن صحة التأويل أو عدم صحته. فالإمام الترمذي هنا يعني تحريره لم يكن دقيقا، وفي باقي الأبواب هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة، بل هو إمام كبير من أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه التلبيسات ووصف المخالف بأقبح الأوصاف حتى ينفر الناس منه، هذا كله تلبيس، كله من تلبيس إبليس على الوهابية. حينما تصف التجسيم وتسميه إثبات النصوص، حينما تقول عن مخالفك إنه ينفي علو الله تعالى، أنت تكذب عليه، لأن مخالفك ما قال إن الله تعالى ليس عاليا وليس هو الأعلى، تعالى وتقدس، ما في كل كلمة نقول تعالى وتقدس، لكن نرفع عنه العلو الحادث الذي علو المكان. أما العلو الأزلي القديم الذي ليس مرتبطا بمكان، هذا ثابت لله وصفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. نحن ننفي صفة حادثة لله، يستحيل أن يكون الله له صفة حادثة، لأن صفات الله تعالى قديمة. لا تفهم كلام الأشاعرة وترد على الأشاعرة، تتهم الأشاعرة بما ليس فيهم، كل هذا من التلبيس. تزين طريقة الفرقة الوهابية هذه وتصفها بأنها اتباع الكتاب والسنة، كل هذا تلبيس. أنت ما تتبع الكتاب والسنة، أنت تتبع ابن تيمية وحده، وجعلت ابن تيمية مقياسا للحق، وحينما سميته بشيخ الإسلام ليس معناه أنه خلاص يعني صار وصيا على دين الإسلام. كل هذه مغالطات وأخطاء لبست، لكنها لابد أن تنكشف، العاقل لابد أن يكتشف هذا، ولا بد أن يثوب وأن يعود إلى رشده ويبحث عن الحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من ابتلي بهذا الفكر السيء أن يعود إلى الحق،
وكل من له رسالة من إخواننا في ترك الوهابية يرسلها لا بأس، ما دام فتحنا الباب مرة ثانية فلا إشكال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.